نحن الآن متواجدين في مخيم الأمل الواقع على جبل الخالدية على أطراف مدينة عفرين. في الحقيقة هذا المخيم تعرض لقصف صاروخي من قبل المناطق التي تسيطر عليها قوات قسد وقوات سلطة نظام الأسد. خلف هذا القصف 4 جرحى، طفلين وسيدتين. معي هنا أحد الشهود العيان وأحد ساكني هذا المخيم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. احكي لنا كيف صار القصف اليوم على المخيم. والله كانت الناس آمنة هون في المخيم، سبحان الله عم يزرعوا الأطفال هون، عم يزرعوا خضروات وهيك. في مرة هون عم تقدم على البيت، البيت فاضي الحمد لله رب العالمين، بس ولكن في تنتين نساء يعني دخلت القذيفة على الباب، ضربت بالباب فورا، يعني اجت القذيفة من مناطق النظام والحزب البيكيكي وضربت بالباب، بس الحمد لله رب العالمين الله ستر وقدر، هبط السقف، اول السقف وهبطت الحيطان وتشظت هون وتشظى كل المخيم تقريبا، الشظايا الصغيرة بتعرفوا قذيفة المدفعية. الحمد لله قدر الله ما شاء فعل، اسعفنا الجرحى والحمد لله الجرحى الان بالمشفى ووضعهم الحمد لله رب العالمين سليم وبخير الحمد لله رب العالمين. كم قذيفة تقريبا تم استهداف المخيم فيها؟ تقريبا قذيفتين مدفعية فوزديكا ضربت هون، وفي قذيفة ضربت على الساتر تحت، والحمد لله رب العالمين قدر الله ما شاء فعل. شكرا لك والحمد لله. الله يسلمك، حياكم الله. نعم، إذن الاستهداف هنا للمخيم جاء الاستهداف الأول بعد الانتخابات التركية. في الحقيقة هذا ليس الاستهداف الأول للمخيمات والتجمعات السكنية، إنما كان هناك استهداف سابق قبل في الأشهر الماضية لمخيم كويت الرحمة الواقع على نفس هذا الجبل، أدى أيضا لسقوط ضحايا مدنيين وإصابات من المدنيين. ماجد العمر، حلب اليوم، عفرين.